الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا المجوكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان ربا مانتا إن أنكو لو ذاق الدعو ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبري وآدي آدو فيعن وآدو قابن وآدو قيمة بدن الدنيا نكو كوبيس آخرانة جنة نبي محمد صاحب كل نقطة ماشي أو صلى الله عليه وسلم جنة وماشي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال هذا بدعو هذا محيطة رسول صلى الله عليه وسلم محيطة قفك كدعوية الدعوة ذات اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد الله أكبر سدح كلمة وحال هذا إله يو وحان كوي ديست إيمان أن نسقامين إيمان زيادة يا مركز لا يرتد إيمان أن قال نما كدن بينين إيمان قال نما كدن بينين وإي زيادة إله كوي ديست كو تلوات إله وحاو ديست ونعيما لا ينفد نعيم عندما نعيم حوا نعمة الدنيا ذا عرور رير حول عافمات أصحاب ونعكسن نعمة كسو إلهي كسو إلهي وحان كوي ديست نعمة لا يسيسين نعمة أدمانين إيقاليك إيوه تنسد حاضو أقوف يا عم حوا ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم إن النبي محمد صان للنقضة صاحب للنقضة صان جنة في أعلى جنة الخلد ماشي أقوص الرئيس الجنة قال النبي محمد إن أريقنا لقال عن ربا دعاء أدو في عواي سدح كلميك كوبان تهي 30 سكن صد سكن كليك هو قاد نيسا دعاءنا هاي المامي مركز تكون دعيسو مركلا سوعي لنا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى الجنة أنا حالنا اللهم إنا آمين ده اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد سيقول بي والله بارك الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم